السلام عليكم. النهاردة هكلمكم في حلقة مختصرة كالعادة عن مجموعة تحاليل أنزيمات القلب، أو اللي احنا بنسميها Cardiac Enzymes أو وظائف القلب. هنتكلم عنها كلها، هنعرف معناها وإيه الفرق ما بينهم وأهمية كل واحد والمعدل الطبيعي بتاعه. تابعوني لآخر الحلقة. معاكم سالي البيار، استشاري تحاليل طبية معمل سالي لاب. زي ما اتفقنا هنتكلم النهاردة عن مجموعة تحاليل أنزيمات القلب. أول تحليل منهم اسمه الميوجلوبين. ايه هو الميوجلوبين ده؟ الميوجلوبين ده عبارة عن بروتين بيبقى حامل للحديد في العضلات، ومن ضمنها عضلات القلب. يعني معنى ارتفاعه ان في دليل كده على مشكلة موجودة في القلب وتليف في عضلات القلب. ارتفاعه بقى عن كام؟ المعدل الطبيعي بتاعه في اغلب المعامل ممكن نقول لحد كده 100 نانو جرام لكل ملي لتر، تمام؟ لحد ديت يعني up to. طيب اس مايوجلوبين يعني سيروم مايوجلوبين. تاني تحليل ممكن نعتبره من التحاليل المهمة جدا لوظائف القلب تحليل الاس تروبونين، سيروم تروبونين. التروبونين ده ارتفاعه خطر جدا، اول ما بنشوفه زايد عن المعدل الطبيعي نعرف على طول ان كده في جلطات حصلت. ده ما بيخرجش من الخلايا للدم ويرتفع نسبته في الدم الا في حالات وجود جلطات، يبقى طبعا دليل كده على ان في احتماليه كبيره لجلطه في القلب او تليف بنسبه عاليه. المعدل الطبيعي بتاعه بقى اللي بيكون لحد كام؟ ابتو 1/10 كده نانو جرام لكل ملي لتر. ده في اغلب المعامل، واتفقنا ان بتفرق ساعات من معمل لمعمل كده على حسب الكيماويات المستخدمة. طيب تالت تحليل بقى ممكن نتكلم فيه ويعتبر مهم جدا وانزيم من انزيمات القلب، انزيم السي كي او السي بي كي، كراتين فوسفوكينيز. ده الانزيم اللي بينزع مجموعة الفوسفات من الكراتين. ليه؟ عشان يطلع طاقة تكون محتاجها العضلات فتقدر تقوم بوظيفتها. المشكلة ان سي كي ده موجود في اكتر من مكان. اتفقنا قبل كده اي حاجة موجودة في اكتر من مكان كده وممكن يبقى ليها اكتر من مسمى، يبقى احنا بنسميها ايه؟ شبيهات للانزيم ده. السي كي له 3 ايزو انزيم، 3 شبيهات. التلاتة ايزو انزيمز ديت لان في منه نسبة موجودة في القلب اللي احنا بنتكلم عليها بيبقى اسمها سي كي ام بي، في منه نسبة موجودة في البرين في المخ يعني اسمها CKBB. النسبة بقى اللي موجودة في العضلات عموما في جسمي بيبقى اسمها CKMM. نسبة CK التوتال لما الدكتور بيطلبها دي معناها نسبة انزيم الكراتين فوسفوكيناز الكلية مجموعهم بقى كلهم. وساعات ممكن يطلب الدكتور CK التوتال وممكن يطلب سبيسيفيك اكتر CKMB لتحديد اي مشكلة في القلب. السي كي توتال النورمال بتاعها يعني في اغلب المعامل كده من 10 لحد 85 مثلا انترناشونال يونت لكل ليتر. السي كي لو انا عايزه اميز ما بين كل نوع منه والتاني واحدد بالظبط ايه النسبه الاعلى وحاجه فيهم عاليه ولا لا، بنعمل تحليل كده اسمه الكتروفريزيس يعني فصل كهربائي. طيب فاضل ايه كمان من انزيمات القلب؟ فاضل برضو انزيم اتكلمنا عنه قبل كده بالتفصيل، عملنا عنه حلقة منفصلة خالص عنه لوحده، هو انزيم ال LDH لاكتيت ديهيدروجينيز. وقلنا يومها ان ال LDH موجود مش بس نسبة منه في القلب، موجود منه نسبة في العضلات، نسبة في الكبد، نسبة في الكلى، موجود حتى منه نسبة في كرات الدم الحمراء. فاتفقنا ان هو موجود كده بخمس اشكال او 5 ايزو انزيمز، 5 شبيهات على حسب المكان اللي هو موجود فيه، تمام؟ واتفقنا طبعا ارتفاعه في حالات امراض القلب، في حالة لما بيكون الدكتور طلب تحاليل تانية وشايف طبعا الاعراض ورسم القلب والحالة والهيستوري بتاعها واضح ان في مشكلة في القلب وطلب تحاليل تانية فعلا مرتفع، في الغالب وبنسبة كبيرة بنلاقي ال LDH مرتفع. وطبعا ارتفاعه في الحالة دي هيكون مدلول على وجود تليف برضو او امراض في القلب، تمام؟
طيب فاضل لنا مين؟ الخامس بقى والاخير معانا، هو انزيم اسمه جي او تي، او الاسم التاني بتاعه اي اس تي، اسبرتيت امينو ترانسفيريز. الانزيم ده برضو من الانزيمات اللي بتكون موجود في منها نسبه كبيره في القلب، بس برضو موجود منه نسبه في الاربسيز يعني كرات الدم الحمراء، ونسبه في العضلات، نسبه في الكبد، نسبه في الكلى، يعني مش موجود في القلب بس بنسبه كبيره في القلب. وارتفاعه طبعا هيدل على وجود تليف في عضلات القلب، بس هو المفروض ان هو يرتفع برضو في حالات التمزقات العضليه، ولو لقيناه مرتفع ممكن احتمال يكون فيه التهابات في البنكرياس. بيرتفع كمان لو في مشكله في الكبد، في امراض الكبد احيانا، يبقى هو له اسباب تانية لارتفاعه زي ما اتفقنا. يعتبر من الانزيمات برضو اللي يكون الدكتور طالبها مع تحاليل تانية، او الحالة فعلا واضح ان هي مشكلة في القلب، او ان نلاقيه مرتفع كده بيتأكد الدكتور اكتر ويسهل التشخيص. ارتفاع عن المعدل الطبيعي بقى اللي احنا بنقوله ممكن يكون لحد كامل المعدل الطبيعي، ابتو في اغلب المعامل لحد 40، ابتو 40 انترناشنال يونت لكل ليتر. نخلي بالنا ان جي او تي من الانزيمات اللي بترتفع برضو في حالات اخذ انتيبيوتيك كتيرة، خصوصا مضاد حيوي زي الازيومايسين، وبيرتفع في حالات اخذ المورفين، هنحطها في اعتبارنا. خلصت كده خلاص كل الكاردياك انزيمز باختصار عشان اللي سأل عليها، واللي له اي سؤال يكتبولي في كومنت. متنساش لو عجبتك الحلقة لايك وشير عشان غيرك يستفيد، ولو اول مرة تشوفنا سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات. السلام عليكم.